قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة صفا، وفقهم الله لكل خير. سائل يسأل يقول: أيهما أفضل، العشر الأول من ذي الحجة أم العشر الأواخر من رمضان؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، للعلماء في ذلك أقوال، أشهرها أن أيام العشر الأول من ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان، وأن ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر الأول من ذي الحجة. ذلك لأن الأيام الأول من ذي الحجة فيها يوم عرفة، وصيامه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. ولأن النبي قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه، يعني العشر الأول من ذي الحجة. أما ليالي العشر الأواخر من رمضان فأفضل، لأن فيها ليلة القدر، وليلة القدر العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ بارك الله فيك. اتفضل. الله يحفظك. فضيلة الشيخ، ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان يقرا يعني في فجر يوم الجمعة، يوم الجمعة، سورة السجدة، سورة الانسان. السؤال يعني هل هذا كان يعني ملازما له، ولا كان احيانا يقراهم مثلا، واحيانا مثلا يقرا الوارد انه كان يقرا في فجر الجمعة السجدة والانسان بهذا اللفظ. كان يقرأ في فجر الجمعة في الركعة الأولى السجدة، وفي الثانية الإنسان. لكن كل هذا ليس على سبيل الإجابة، كما لا يخفى عليك، لقول الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه، ولقوله عليه الصلاة والسلام: اقرأ فاتحة الكتاب ثم ما تيسر معك من القرآن. السلام عليكم. بارك الله فيك. نعم، معايا سؤال تاني. بارك الله فيك. اتفضل وفيك بارك الله. بالنسبة صيام يوم عرفة، يعني إن شاء الله هو مخرج يوم الخميس، السؤال هل يعني هل يجوز نجمع نية صيام يوم عرفة ونية صيام الخميس، ولا يعني لها الصبح نية عرفة؟ يجوز الخميس. يجوز، ما في مشكلة. بارك الله فيك. وفيك. يسأل: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالين يا شيخ. السؤال الأول: هل تزول الخلوة بجلوس طفلة صغيرة عمرها 10 سنوات؟ الخلوة لا تنتفي بطفلة صغيرة عمرها 10 سنوات. تبدأ من سن الأطفال. البلوغ. طب سؤال تاني يا شيخ، هل صح في فرض الشهود الأضحية شيء وخاصة للمرأة؟ نعم. هل صح في فرض الشهود الأضحية للمرأة شيء لا تشهد أضحيتها؟ وإذا تعرض هذا ما عدت. لا عفوا، وضح السؤال. هل هناك فضل خاص بشهود المرأة الأضحيتية، وإذا كان هذا يتعارض مع غض البصر لكون الذابحين رجال، فما الأولى في ذلك يعني؟ هل هناك فضل لشهود المرأة أضحيتها بنفسها؟ أيوة، وإذا كان هذا يتعارض مع صبرا. ليس هناك نص ثابت يفيد أن المرأة تؤجر إذا شهدت الأضحية. ليس هناك نص ثابت فيما علمت يفيد أن المرأة تثاب إذا شهدت أضحيتها. وأيضا فإن عائشة كانت مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في منى، فدخل عليهن بلحم، فسألنا: ما هذا؟ قلنا: ضحى النبي عن نسائه بالبقر. فدل على أنهن لم يشهدن الأضحية بأنفسهن، والله أعلم.
جزاكم الله خير. وإياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. يا شيخنا، التكبير الجماعي في يوم العيد وأيام التشريق بعد دبر كل صلاة، هذا رأي الأئمة الأربعة، بل يكاد الإجماع أن يكون منعقدا عليه. طب هو السنة أن يكون جماعة الناس بعد دبر كل صلاة يكبرون جماعة؟ ما في نص خاص، لكن هذا رأي الأئمة الأربعة عند تأويل قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، الأمر في ذلك واسع. طيب يا شيخنا، رجل يغسل دائما الأذنين قبل الرأس، فهل في هذا شيء؟ يغسل الأذنين مع الوجه ولا إيه؟ يعني قبل ما يغسل رأسه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل الرأس ثم الأذنين. أنت متأكد أن الرسول كان يغسل الرأس ثم الأذنين؟ هذا ما أعلمه. لا، لم يثبت في الوضوء حديث في غسل الأذنين استقلالا، وحديث الأذنان من الرأس ضعيف. نعم. طب كده وضوء صحيح الذي يغسل الأذنين؟ الوضوء صحيح، لكن يعني الوضوء صحيح، من غسل الأركان الأربعة الوضوء صحيح. طيب يا شيخنا، وضع المصحف على الأرض بطريقة لا يستهان بها، يعني وهو يسجد سجدة التلاوة، هل يجوز؟ على الارض ولا على الموكيت؟ على الموكيت الذي يعني امامه او بجواره. يجوز اليك. نعم. حتى يتمكن من السجود. نعم، جزاك الله خيرا شيخ، بارك الله فيك. وياك وفيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، سيده مسن دلوقتي في العمر، بس كانت موظفه وبتشتغل، قعدت 20 سنه ما بتروحش الشغل، واللي كانوا مسؤولين عن الشغل يعني جزء قعدها، واللي كانوا مسؤولين عن الشغل زمايله وقالوا لها ما تاخديش اجازه ومرتبك ماشي، فهي بتسال ده حرام ولا لا؟ هم ما كانوش مانعين ان هي تقعد في البيت بس بتقبض مرتب. خلاص، هي جت تسال بعد 20 سنه من العمل والتقاعد، تتصدق بما استطاعت ان تتصدق بها. هل تطلع المبلغ بتاع ال 20 سنه ده؟ لا، تتصدق قدر استطاعتها. طيب هي بتساعد، يا لها بنت بتساعدها بالمعاش بتاعها ده؟ لا لا لا، لا يجوز ولا لا تدي لحد تاني؟ تخرجها صدقة الناس غرباء عنها. بس أي مبلغ، مش شرط قيمة ال 20 سنة. يسأل عن كيفية تقسيم الأضحية. يسأل عن كيفية تقسيم الأضحية، الأمر على المتيسر، سواء أعطيت ثلثا ثلثا ثلثا، ثلثا لأهل بيتك وثلثا للفقراء وثلثا للإهداء، أو نصفا ونصفا، كل ذلك واسع، وليس عندنا نص يحدد الأثلاث أو التنصيفات إلا عمومات، مثل قول فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ولا يلزم أن يكون ثلث له وثلث للبائس وثلث للفقير، لا، لم تحدد ذلك، فالأمر واسع. السلام عليكم. عليكم السلام، معي شيخ مصطفى؟ نعم. لو سمحت يا شيخ مصطفى، انا ساعات بتاخر عن العمل وكده، فمديري بيعمل لي ان انا كنت ماموريه بره العمل يعني، فعشان شغلي عاملين ما يخصموش مني مبلغ يعني اخر الشهر، فهل ده يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز طبعا، لا يجوز طبعا، وتصدقي بالمال الذي سياتيك من وراء هذا. طيب تمام. طيب في دعوه دلوقتي يا شيخ مصطفى ان هم عايزين ادم الذكر زي الانثى مرتين، بسم الله الرحمن الرحيم، يخلوا ان يعملوا فرض يعني ان مثلا العم ينفق على اولاد اخواته اليتامى او كده، فانا عايز اعرف هل يجوز ده ولا لا؟ لا مش فاهم. عفوا اعيد السؤال. عفوا، الدعوه اللي هي يعني ان الذكر مثل حظ الانثيين، هذه دعوه يا اختي، ده كلام الله يا اختي. مش قصدي انا قصدي ان هم عايزين بقى يخلوا ان مثلا ايه العم زي ما بيورث يلزم ان هو ينفق على اولاد اخواته. انا مش موافقه، انا بس بسال حضرتك على وجهه نظر الشرع في الموضوع. انا ما اعرفش، مش فاهم الذي تقولينه، والاخير لم افهمه. طيب خلاص، جزاك الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. والله يا شيخ سامح عبد الرحمن معك يا شيخ، كنا نريد منك النصيحه يا شيخ، ووصينا يا شيخ في هذا الزمان، ايه اللي نعمله؟ ايه الوصيه بتاعتك لنا يا شيخ؟ الوصيه لنفسي ولك بعد تقوى الله، إذ الله قال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. الوصية هو مع تقوى الله
الاعتصام بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تغتر بأي شعارات، ولا تبني أعمالك إلا على نصوص من كتاب الله وسنة رسول الله مع نية الصالحة، وأكثر من ذكر الله ودعاء الله. بارك الله فيك، نفع الله بك يا شيخ، جزاك الله خيرا. وإياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الله يجزاك خير يا شيخ مصطفى. سألتك سؤال قبل فترة على حديث صحة حديث فأعبوه بهني أبي، أنت قلت أنك بتراجع وبترد علي. وجدت به علة طفيفة، لكن المقام ليس بمقام بسط لها، هو الكلام. نعم. المقام ليس بمقام بسط لها، فلعلك تتواصل معي على الهاتف إن شاء الله وأرسل لك تفاصيل أو أقوال العلماء في هذه زيادة. الله يجزاك خير. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الشيخ مصطفى معايا؟ نعم معك. احنا 5 أفراد يا شيخ مشتركين في أضحية. نعم. ينفع 3 كل واحد ياخد ربع و2 يدخلوا في ربع؟ لا، الأولون أمرهم صحيح. لكن الاثنان الآخران يعني كل واحد نصيبه أصبح أقل من السبع. أيوة. والسبع يجزي عن الرجل أهل بيت، أما أقل من السبع فلا. لكن الخمسة الأولون عملهم صحيح، كل واحد له ربع مستقل. نعم. شكرا جزاك الله خير. بارك الله فيك. يسأل عن صك الأضحية، هل يجوز أو لا يجوز؟ أقول وهو إن كان جائزا، إلا أن الأفضل بلا ريب والأولى بلا ريب عدم ذلك. والأولى بلا ريب أن تباشر الذبحة أو توكل من يباشر لك الذبحة وأن تأكل منها، لأن الله قال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، لأن الله قال فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، وأيضا لأن تلك شعيرة من شعائر الإسلام نحب أن تنتشر وتظهر. وكذلك فإن القائمين على تنفيذ صكوك الأضاحي كثير منهم قليل الفقه، كثير منهم قليل الفقه، فلا يراعون السنة إنما يبنون على السمنة، وعند الجمهور السمنة لا تقوم مقام السن في الأضاحي، وكثير منهم لا يراعي سائر شروط الأضاحي، فالنبي نهى عن العوراء البين عورها، وعن المريضة البين مرضها، وعن العرجاء البين عرجها، وعن العجفاء التي لا تنقي. فهذه أمور حملتنا على أن نقول إن مباشرتك الذبح بنفسك أو توكيلك لمن تعرفه ويعطيك منها أفضل من أن ترمي بمال عند أقوام وكلوا أنفسهم أو طلبوا أن يكونوا وكلاء عن الناس في الذبح، والله أعلم. وإن كان الصك في الأصل جائز لأنه توكيل، لكن عدمه أفضل لما قد سمعت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن أسأل لحضرتك عدة أسئلة؟ اتفضل يا أختي. صحة حديث أكثر الناس شبعا يوم في الدنيا أكثرهم جوعا يوم القيامة؟ ضعيف. حديث آخر أن الله يبغض كل جعتري جواب. معلول. معلول. هل يجب لمن يريد قضاء السنة الرواتب أن يكون محافظ عليها؟ الأفضل. الأفضل. لكن لا يلزم. يعني هل يجوز صلاة الاستخارة بنية سنة العشاء أو الضحى؟ نعم، لأن النبي قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل، فغير الفريضة تشمل سنة العشاء، تشمل كذلك الضحى وغير ذلك من النوافل. آخر سؤال معلش، هل الله نور السماوات والأرض، النور هنا حسي أم معنوي؟ قال فريق من العلماء الله منور السماوات والأرض، وقال بعضهم هادي أهل السماوات والأرض والأول أولى.
اللهم أنت نور، اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت حضرت شيخ أسأل سؤال. اتفضلي. أنا عندي ولد وبنتين، الولد ده اشتريت له شقة تمليك وجوزته فيها، وعندي شقة تمليك تاني أنا ساكنة فيها، ممكن أكتب له الشقة دي باسمه؟ طيب والبنات؟ ما أنا على أساس أنه هو متجوز فيها يعني. لا يعني أنا عندي، أنا عندي شقة، أكتب الشقة التانية باسم البنات ولا أسيب بقى ال اترك الامور، اترك الامور. نعم؟ اترك الامور على اساس يعني ان هو ممكن يبيعها يعني يجيب اكبر منها. يا اختي يعني لا تظلمي نفسك من اجل اولادك او بناتك، اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا، فاترك يعني الامور، الله اعلم من سيموت اولا. أي. الله يبارك. طيب ممكن سؤال تاني؟ نعم. ممكن انا بنتي عليها ايام من رمضان، ممكن تصومها الايام دي بنيه رمضان وايام الحجه ولا؟ لا 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 لا، تختار نيه، اما نفل واما فرض. شكرا، بارك الله فيك. السلام عليكم. سائل يسال عن افضل عمل في هذه الايام. افضل عمل الاكثار من ذكر الله عز وجل، وايضا الأضاء أو الذبائح وتوزيع الأطعمة على الفقراء من أحب الأعمال، كذلك الصيام فيه فضل والحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. الله يخليك يا شيخ. بعدين لك يا شيخ، واحد مثلا ما صامش ستة من شوال ينفع يصومهم في الأيام دي مثلا؟ لا، صوم خلاص الأيام دي نفل كما تشاء، لكن كبديل عن الست من شوال لا، إلا إذا كان من أهل المرض ولا شيء. ماشي، بارك الله فيك. وفيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شكرا شيخ. الحمد لله. شيخ عندي سؤال، الأعمار عند الله هل هي بالتاريخ الهجري أم بالتاريخ الميلادي؟ نعم، الأعمار عند الله بالتاريخ الهجري أم بالتاريخ الميلادي؟ كل شيء عندنا كمسلمين، السن، الكفارات، صيام شهرين متتابعين، كل شيء يبنى على التواريخ الهجرية الهلالية، لأن الله قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، والتواريخ الميلادية لم تكن معروفة في زمن رسول الله ولم يكن يبنى عليها، إنما كان يبنى على التاريخ الهلالي الهجري للآية المذكورة ولحديث الرسول الشهر 29 ولقول الله تعالى في كتابه الكريم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، هذه هي الشهور المعتمدة في ديننا. ونأسف على دول مسلمة كانت قدوة في هذا الصدد فحولت إلى التاريخ الإفرنجي الميلادي. السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ مصطفى. نعم، لو سمحت ممكن أشتري بيت واكتبه باسم البنات؟ نعم، ممكن اشتري منزل واكتبه باسم البنات. لماذا؟ والاولاد الصبيان حرام عليك يا اخي. مفيش صبيان، مفيش صبيان. طيب وسائر الورثه؟ الله، لا ده هشتري بيت جديد، هشتري بيت انا من اوله. الله كريم وارحم مني ومنك، وقد جعل للبنات الثلثين من التركه. السلام عليكم. سمعت نفس المتصل شيخ بخصوص التاريخ، عندما الواحد يتذكر يعني تاريخ ميلاد ابنه، هل يكون بتاريخ هجري ام بالميلادي مثلا؟ قلنا كل ذلك بالهجري، كل ذلك بالهجري. السلام عليكم. وسؤال اخر نفس نفسيه،
عمر الرسول عليه الصلاة والسلام نعرفه بلي 63 سنة، هذه 63 سنة هجرية أم ميلادية؟ قلنا هجري يا أخي، قلنا هجري. كل أعمال المسلمين في القرون المفضلة الأول بالهجري، بالهلالي، الهجري الهلالي. نعم، بارك الله، بارك الله فيك وفيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ اتفضل. لو سألت ابن الشيخ، أنا وقت المحل وبدأ على الفطار فبسمي الله وأقعد أكثر، ففي زبون بيجي فبقوم وأقعد كذا مرة، كل مرة لازم أقعد وأسمي ولا هي مرة واحدة تكفي إن شاء الله؟ والسلام عليكم. لا عفوا عفوا، أعد السؤال. فاتني السماع بدقة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نعم. ايوه يا شيخ، بعد اذنك انا كنت عايز اخد رأي حضرتك في مشكلة كده، في اخت متزوجة وحصل مشكلة بينها وبين اهل زوجها، واتلموا عليهم كلهم ضربوها فوق في شقتها. فحضرتك دلوقتي شايف حل المشكلة دي يكون ازاي؟ الاخت دي تعمل ايه وهي ملتزمة بس بيخرجوها عن شعورها خالص ومش عايزين يودوها المسجد؟ تكلم اهلها، تكلم اهلها للتدخل. بارك الله فيك. السلام عليكم. سائل يسأل: إلى كم يوم يسمح لي بالذبح من أيام العيد؟ أقول وبالله التوفيق، أيام التشريق كلها يسمح لك فيها بالذبح، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمعت يا فضيلة الشيخ، بس هي الاستفسار احنا مش فاهمينه قوي. السيدة اللي هي هتتصدق بالمبلغ اللي هي ما اشتغلتش بيه، لازم يكون في المكان اللي كانت بتشتغل فيه؟ لا لا، أي يعني مكان، ما تتبعش أي منشأة مثلا بتتبني تبع الشغل ده، تدفع فيه مصلحة، ممكن مصلحة عامة للمسلمين، يعني في أي مكان عادي ما يشترطش المكان اللي كانت بتشتغل فيه. أجبتك. يسأل عن صحة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، بارك الله فيك يا شيخنا. وفيك. بس أسألك على أمر كده وطالب من حضرتك طلب، يعني اتفضل. السؤال بس عن سجدة التلاوة، أنا أعرف إن هي مش على الوجوب يعني، بس بجد في نفسي شيء إن يبقى في قدامي آية فيها أمر بالسجود وما سجدش، فلو حضرتك بس الرسول عليه الصلاة والسلام أورع مني ومنك، ومرت عليه آيات السجود فيها سجدة التلاوة ولم يسجد، فمرت عليه آيات النجم مرة سجد فيها ومرة لم يسجد فيها. نعم نعم. أرجو من فضلتك يا شيخ، بارك الله فيك، ربنا يحفظك، إن بس إن يكون أهل يعني القائمين على القناة خاصة المذيعين وهم بيخاطبوا عوام الشيعة، انا شايف وحضرتك طبعا شايف احسن مني بكتير، يعني ان الرفق بعوام الشيعة يكون افضل من التقريع والعنف معهم في الكلام. جزاك الله خير. ساعات بيكون في، يعني عارف حضرتك من يومين كده كان في نفس القناة المباركة يعني حلقة، فكان بيتكلم مع الشيعة اللي بيكلمه بعنف. ان شاء الله نوصيهم بما ذكرت ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عندي سؤال خاص بالحديث الرسول عليه الصلاة والسلام اللي فيه النصارى يعيروا المسلمين بحديث شرب بول البعير، فما قولكم في هذا الحديث؟ نعم نعم. لا لا، أعد السؤال عفوا. النصارى يعني يعيروا المسلمين بحديث شرب بول البعير. أي النصارى يعيروا المسلمين. الحديث في البخاري. الحديث صحيح أم ضعيف؟ الحديث صحيح. حديث أن قوما أتوا المدينة فاجتووها فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلهم مع إبل الصدقة يشربون من ألبانها وأبوالها، فكان علاجا لفئة معينة من الناس، لفئة معينة من الناس. وكون شخص يجهل أن فيه شفاء كلام رسولنا ما دام قد ثبت مقدم على كل كلام. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ. نعم. أريد أن أسألك عن صلاة العيد. ماذا؟ صلاة العيد. إيه. هل 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 من السنة أن هناك خطبة؟ نعم. هناك خطبة وراء. صلاة العيد فيها خطبة. خطبتان عند من صلى العيد ولم يستمع الى الخطبة فما هو حكم؟ لا اذا يعني انت تسأل سؤالا، اولا هل هناك خطبة لصلاة العيد؟ نعم هناك خطبة، والخطبة بعد الصلاة، الخطبة بعد الصلاة على عهد رسول الله. نعم. وهما خطبتان بينهما فاصل عند الأئمة الأربعة قياسا على خطبة الجمعة، اما استماعها ليس بمؤكد كاستماع خطبة الجمعة، فلك أن تنصرف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله، أشهد الله أني أحبك فيه. أحبك الله الذي أحببتنا له. شيخنا كان عندي استفسار بس عن الأضحية، في طريقة مثلى لتوزيعها؟ الأضحية ليس هناك نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيد أنك تعطي ثلثا لهذا وثلثا لهذا وثلثا لهذا، الأمر واسع، لكن إن أكثرت من التصدق على الفقراء فأنت إن شاء الله أقرب للتقوى مع أكلك منها. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. نعم. لو سمعت يا شيخ مصطفى. نعم. لو احنا بنصلي الوقت في مسجد، والمسجد دي الإمام وراء صف كامل، وفي صف اللي وراء الإمام الصف الثاني، الصف اللي لسه ما وقفش حد فيه، ناخده من الشمال ولا من اليمين؟ يعني الصف يبدا من الشمال ولا من اليمين؟ الشمال يبقى ورا الامام، اليمين يبقى عكس من ورا الامام. الصف يبدا من على يمين الامام. من على يمين الامام. والتحب من اليمين؟ من خلفه عن يمينه. ابن عباس صلى عن يسار الرسول. طب سؤال تاني يا شيخ مصطفى. فاخذه الرسول واداره عن يمينه. اتفضل. سؤال تاني بعد اذنك. نعم. دلوقتي يا شيخ مصطفى المسجد بنصلي فيه، في مصليه بره وفي مثلا مسجد بيبقى فاضي، فانا بتصلي بره وتسيب المسجد فاضي، هل دي في حاجه؟ لا بأس، كلكم يعني مع الامام تصلون في في المصليه في الفناء. المسجد فاضي. يعني المسجد بس المسجد فاضي. افهم كلامك، افهم. يعني في مسجد له فناء. انتم تصلون في الفناء وتتركون المسجد؟ ايوه يا شيخ مصطفى. مع امامكم؟ ايوه ايوه مع امامكم. من اجل الحر يعني الفناء من المسجد. ايوه ايوه صح. الفناء من المسجد. ماشي يا مصطفى. الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن اسال سؤالين تاني لو سمحت يا شيخ؟ اتفضلي يا اختي. انا شركتي بتامن عليا تامين طبي، فانا يعني بستحرم ان انا اخد من الفلوس دي، بس هي اوريدي بتخصم، يعني بتخصم مني فلوس، فهل يجوز ان انا اذا كنت مجبره هكذا تعالجي عندها، تعالجي تبعها، اما اذا كنت مختاره فنقول لا تدفعي ولا تتعالجي عندهم، لكن طيب. ما دمت اجبرتي اتعالجي عندهم لا اشكال ان شاء الله. طيب سؤال تاني، انا كنت بطلع كفارات اليمين وكده في جهه يعني، فاكتشفت بعد او حسيت يعني ان هم ما عندهمش فقه يعني في توزيع كفارات اليمين، فهل بقى عليك ان انا اطلعها تاني ولا كده خلاص؟ لا خلاص. طيب تمام، شكرا يا شيخ. الله يحفظك. الله خير. وياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. نعم. انا حبيت نسالك الذهب شحال يكون؟ الذهب ها؟ الذهب شحال يكون باش نصدق عليه؟ الذهب باش نخرج زكاة. الذهب ذهب الحلي اختلف العلماء فيه هل فيه زكاة ام لا، اختاروا القول بانه يزكى اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، ونصاب الذهب من عيار 85 من عيار 24 85 جرام، ومن عيار 21 97 و2 من 10 جرام، فإذا بلغ هذا القدر ومرت عليه سنة زكي وزكاته ربع العشر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى اتفضل. بارك الله فيك. وفيك. كنا عايزين بس عشان نتكلم بس يعني على الاباء وكده
والاختلاط الموجود في المدارس والجامعات والتبرج الموجود بالنسبه للناس. لا لا ان شاء الله مقام اخر، ولكن اذكر يعني بحاجه بس كده اتفضل اذكر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ بسألك بس، أنا فتحت التلفزيون وشفت ناس يعني يصلون على الرسول عليه الصلاة والسلام ويتردون عن الصحابة وهذا، وبعدين شفت منهم أنهم يسمون نفسهم فرقة الأحمدية، شنو هذولا؟ هذه فرق لا في يعني، اذا كانوا اذا كان فرقه الاحمديه الفرقه الصوفيه المشهوره فهي فرقه صوفيه من فرق البدع، اما اذا كانت فرق من الاتيه من الهند الذين يزعمون ان الله ان النبي بعده نبي فهذا اتجاه اخر كفري. لكن في بعض البلاد المسلمه فرقه الاحمديه فرقه من فرق الطرق الصوفيه وهي بعيده عن الكتاب والسنه. السلام عليكم. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. هم تقريبا كده على السريع، هو دلوقتي إن شاء الله تبقى تفسير صلاة العيد في يوم الجمعة. فهل اللي يصلي العيد ليس عليه صلاة جمعة؟ خروجا من الخلاف، لأن المسألة ليس عليها إجماع. خروجا من الخلاف، صلي العيد وصلي الجمعة. فالجمعة لا تسقط، ليس هناك نص عن رسول الله ولا من كتاب الله يسقطها، لأن الله قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والأخبار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه إذا اجتمع العيد مع الجمعة تسقط الجمعة لا تصح، وقد ورد عن بعض الصحابة شيء من هذا، فقد صلى العيد وقال للناس إنا مجمعون، بعض الصحابة، فمن شاء جمع، من شاء جمع معنا، من شهد الجمعة ومن شاء رجع إلى بلده. بهذا قال بعض العلماء، قال بعضهم إذا اجتمع العيد مع الجمعة اجتزأنا بواحد منهما وصلينا الجمعة ظهرا، لكن أبى ذلك آخرون وقالوا إنما هذا الترخيص من الصحابة الذين رخصوا به كان لأهل البادية، لأن أهل البادية كانوا يأتون من البوادي، لم تكن في بلادهم جمع ولم تكن توقد جمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا جمعة واحدة في مسجده، فكان أهل البادية يأتون لصلاة العيد ويشق عليهم الانتظار للجمعة فرخص لأهل البوادي. فخروجا من الاختلافات، صلي العيد في وقته وصلي الجمعة كذلك في وقتها. تمام. السؤال الثاني بس على السريع، دلوقتي أنا لو مسافر أذن مثلا علي الظهر في بلدي سافرت، هل أصلي في السفر قصر؟ نعم. ولا أصلي متم؟ ولو نعم. أذن علي في السفر ورجعت بلدي العبرة بوقت الأداء، ليس العبرة بدخول الوقت. يعني دخل عليك الظهر في بلدك ما صليت، خرجت من البلد صليته في الطريق، أنت مسافر تصلي ركعتين، والعكس أيضا، وأنت راجع من بلدك أذن عليك أذن المؤذن للعشاء ولكنك ما صليتها في الطريق فوصلت إلى بيتك، صليها أربعا. الله، الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم، يسأل عن لفظة في حديث أيام التشريق، أيام أكل وشرب وذكر وبعال، يعني جماع، اللفظة لا تصح وبالله التوفيق. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والعاملين فيها والمشاهدين لها والمشاهدات من أهل الإسلام. هذا، وأسأل الله سبحانه أن يجمع كلمة المسلمين وأن يزيل الفرقة والخلاف والتشاحن التي تدب بينهم. نسأل الله أن يجمع المسلمين على كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى كل مسلم
كبيرا كان أو صغيرا وكل في حدود استطاعته وجهده، رئيسا كان أو مرؤوسا، أن يسعى للإصلاح بين الناس وأن يسعى للإصلاح بين الشعوب والأمم إن كانت له في ذلك أيدي، فإن ربنا قال إنما المؤمنون إخوة. وأذكر إخواني في تونس أن يتقوا الله في أنفسهم وفي شرع ربهم، فالله قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك فإن الله لم يبح أبدا لمسلمة أن تتزوج بشخص كافر، بل قال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. وكذلك فإن الله قال لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. بلغنا الله وإياكم حج بيته الحرام على خير، اللهم أمين. وأعان الله من لم يحج على صيام يوم عرفة، فإن النبي قال أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.